أسعار فلكية لسعر الدولار والعملات اليوم في البنوك والسوق السوداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي، يا رب تكونوا دايما بخير. أقدم لكم تحديث لحظي لأسعار الدولار والعملات في جمهورية مصر العربية في البنوك والسوق السوداء على مدار الساعة. فضلا إخواتي أتمنى تدعموني باشتراك ولايك. أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 24/9/2024، سعر جنيه للسريليني اليوم في البنوك المصرية سجل 64.70 جنيه، البيع 65.19 جنيه، سعر الدينار اللي ب 10.25 جنيه، البيع 10.45 جنيه، سعر الدينار البحريني اليوم في البنوك 129.12 جنيه، البيع 134.12 جنيه، سعر الريال العماني اليوم في البنوك المصرية 126.34 جنيه، البيع 131.34 جنيه، سعر الدينار الأردني اليوم في البنوك المصرية 68.57 جنيه، البيع 70.07 جنيه، سعر الدينار الكويتي 159.24 جنيه، للشراء 164.24 جنيه للبيع، سعر الريال القطري 13.35 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع، سعر الدرهم الإماراتي 13.23 جنيه، البيع 13.43 جنيه، سعر الريال السعودي في البنوك 12.95 جنيه، البيع 13.15 جنيه، سعر اليورو 54.29 جنيه، البيع 54.79 جنيه، سعر الدولار الأمريكي 48.59 جنيه، البيع 48.83 جنيه.